درس اليوم راح يكون تونيزيان ليس. اليوم راح اوريكم غرزة من غرز تونيزيان كروشيه. طبعا انا ما سويت دروس تعليمية حق تونيزيان كروشيه، بس انا شفت هذا الدرس بالليس قلت لازم اوريكم شلون تسوونه. طبعا انا الابره اللي مستخدمتها هو اساسا واصل لي هديه من محل ولي وورلد من ام حسن، حابه اشكرها صراحه لان بدونه ما قدرت اسوي الدرس. فهذا هو مقاس الابره 5، والخيط اللي انا مستخدمته 4. طبعا هو دائما ينصحون بالتونسي تاخذون مقاس اصغر، انا شايفه مستخدمين مقاس 3 عادي يضبط. شنو فكره التونسي وشنو الفرق بين التونسي وبين الكروشيه العادي؟ طبعا دائما الفرق هو الغرز. الابره هذه نقدر نحط الغرز على الابره، بس بالكروشيه يكون قصير فما نقدر. فيلا خلينا نبدا ويا بعض. فاول شيء راح نسوي عقده الاساس اللي هي نفسها مالت الكروشيه والتريكو، نفس البدايه. وبعدين راح ابدا اسوي سلاسل. طبعا انا الطريقه اللي راح اسويها حق هالغرزه يحتاج ان تسوون مضاعفات الاربعه زائد واحد، يعني مثلا تسوون 4 غرز زائد 1 5، يعني تسوون 5 غرز، او مثلا تسوون 8 غرز زائد 1 يعني يصيرون 9 كذي. انا راح اسوي تقريبا 12 غرزه زائد 1 يصيرون 13. راح اسوي 13 غرزه واشوفكم بعد ما اخلص اسوي السلاسل. فمثل ما انتم شايفين حاليا اشتغلت 13 غرزه. الحين بالكروشيه التونسي مثل ما احنا متعودين لما نينا بنشتغل على الغرز نشتغل على الغرزة من ورا، بمعنى شنو؟ كل غرزة في لها لوب كذي، خط فوق وخط تحت وبعدين اكو في خط من ورا. فانا الحين راح ادش على واحد واحد، فادخل في الغرزة الاولى هني اخذ الخيط واسحب واخليها على الابرة، وادخل في اللي ورا اخذه واسحب، واكمل بهالطريقة لما اوصل لاخر السطر. فأنا راح أشوفكم بعد ما أوصل آخر السطر. بعد ما حطيت كل الغرز على الإبرة أعدهم أتأكد أنه هم 13. فالحين شنو طريقة هالغرزة؟ وايد سهلة بسيطة. أول شيء راح أسوي 3 سلاسل، فواحد 2 3. بعد ما أخلص أسوي 3 سلاسل راح أسحب الخيط، أخذ خيط وأسحبه خلال 5 غرز، فواحد 2 3 4 5. والحين راح أخذ الخيط وأقفل الشغل. الحين مرة ثانية راح أسوي 3 غرز، واحد 2 3. بعدين راح أخذ الخيط وراح أسحب، أسحبه خلال 5 غرز، واحد 2 3 4 5. وبعدين طبعا راح اقفل الشغل. بعدها راح اسوي 3 سلاسل، واحد 2 3. بعدها راح اخذ الخيط واقفل الشغل، يعني اسحب الخيط على 5، واحد 2 3 4 5. بكذي راح نكون خلصنا السطر الاول. كيوت صح كذي. ها الحين راح نشتغل على السطر الثاني. طريقه السطر الثاني طبعا خلي اقفل الشغل. طريقة السطر الثاني، شفتوا هذه الفتحة اللي الحين سويتها؟ راح أخذه وأسحبه. بعدها المفروض هني يكون عندكم 3 سلاسل، إحنا راح ناخذ 3 سلاسل. طبعا أنا متعودة أني أنا أخذه من ورا، تقدرون تأخذونه من قدام بس حسب كل واحد شنو هو حاب. المهم أن إحنا راح ناخذ 3 من هني وبعدها راح ندخل هني. ف واحد 2 3. وبعدها تشوفون هني وين قفلنا الشغل، راح اخذ ادش داخله واخذ خيط وراح اكمل بنفس الطريقه. راح اخذ 3 اللي هو من الثلاث سلاسل، فواحد 2 و3. وبعدين راح اروح المكان اللي قفلت فيه شغل، وبعدها راح اخذ اخر 3 اللي موجودين هني. طبعا بعد ما اخذ اخر 3 لا تنسون تعدون. فهذا الحين 1 2 والثالث الاخير.
طبعا بعد ما احط الثالث لا تنسون لازم تعدون الغرز قبل لا تنتقلون حق السطح اللي ورا. الحين راح اشتغل على نفس الطريقه مثل ما عودتكم، 1 2 3. ديروا بالكم بس لا تغلطون، بعدين تاخذون خيط تسحبون من 5 1 2 3 4 5. بعدها لازم تقفلون الشغل، وبعدها راح تسوون 1 2 3، وبعدها راح تاخذون الخيط وراح تسحبون من 5 1 2 3 4 5، انتبهون يكونون 5. بعدين مرة ثانية 1 2 3، بعدين راح ناخذ الخيط ونسحب من 5، وراح اكرر بنفس الطريقة. طبعا اقفل الشغل وراح اكرر نفس الطريقة اللي وريتكم، فراح يكون التكرار بنفس الطريقة. راح ندخل داخل هالغرزة هني 3 غرز هني، هالغرزة هني، مرة ثانية 3 غرز هني على السلاسل، غرزة هني و3 هني، وراح يكون مجموعهم كلهم 13. وبعدين مرة ثانية راح أسوي 3 سلاسل، بعدين أسحب من 5 وأقفل الشغل، وأكرر نفس الشيء 3 سلاسل أسحب من 5 أقفل الشغل، 3 سلاسل أسحب من 5 أقفل الشغل، وراح نعيد لما نوصل حق الطول اللي إحنا حابينه. فبعد ما نوصل الطول اللي إحنا حابينه ندخل الغرز نفس ما كنا نسوي في كل سطر. بعدها راح أبدأ أسحب، يعني بس أخذ الخيط وأسحب. فأخذ الخيط طبعا أول شيء سحبت من 1، وبعدين أسحب من 2 ومن 2 ومن 2، وأكمل نفس الطريقة لما أوصل حق بداية السطر. بكذي أكون خلصت. أتأكد دائما إنهم 2 مو أكثر على أساس إنه يطلع الشغل مرتب. فمثل ما أنتوا شايفين سهل، ما يبي له شيء. بعدين هني 2، وبعدين هني 2، وهذا خلاص أقطعه وبكذي. طبعا أنا الخيط مقاسة 4 والإبرة مقاسة 5. لو كنت مستخدمة مقاس 3 الخيط كان ليس أكثر، يعني طايح أكثر. كل واحد حسب شنو متوفر عنده، بس يعني هم هذا يعني من الاقتراحات. إذا حابين إنه يكون طايح أكثر أو الفتحات أكبر، أنا أقترح إن تستخدمون مقاس 3 بدل 4 اللي أنا استخدمته، أو أتوقع حتى لو أصغر يمكن يضبط، وراح يكون بس الفتحات هني وبين الغرز أكبر. فهذه هي النكشة. طبعا أنا حاولت إني أسوي الإضاءة إنه يكون نفس اللي قاعد أشوفه بالصج، بس ما قدرت، بس هذا أقرب شيء يعني. إن شاء الله عجبكم درس اليوم. إذا عجبكم الفيديو بليز لا تنسوا تحطون اللايك، وحابة أشكر متابعتكم. مع السلامة.